بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله كيكة الفراولة. عندنا 4 بيضات عليهم نص معلقة صغيرة فانيليا، وهنضربهم كويس بالمضرب الكهرباء حوالي دقيقة. بعد كده هنضيف كوباية كبيرة سكر مليان وهنكمل الضرب. وخلاص كده ضربنا البيض لحد ما ارتفع معانا ولونه بقى فاتح بالشكل ده. بعد كده عندنا كوباية الا ربع زبدة هنسيحها على نار هادية بحيث تدوب بس معانا وما تسخنش، وهنضيفها تدريجي على خليط البيض والسكر واحنا بنضرب. بعد كده عندنا كوباية الا ربع عصير فراولة مركز، ودي فراولة هنضربها في الخلاط من غير لا مية ولا سكر، وهنضيف الفراولة على الخليط وهنكمل الضرب على سرعة هادية. وخلاص كده ضربنا الخليط حوالي دقيقة. وعندنا كوبايتين دقيق ضايفين عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر وهنقلبهم كويس، وهنضيف الدقيق تدريجي على مرتين او ثلاثة، ونقلب كويس ونخلي بالنا ان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وخلاص كده خليط الكيكة جاهز معانا. وهنجهز صينية مقاس 24 وهندهنها كويس بالسمنة ونبطنها بالدقيق، وهنحط خليط الكيكة في الصينية وهنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 حوالي ربع ساعة، وهندخلها على الرف الأوسط. وخلاص كده الكيكة استوت وهتاخد في الفرن ساعة وربع. وبعد ما الكيكة تبرد هنقطعها بأي شكل احنا عايزينه. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا.